وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت سعادة السيدة دلالة الزايد عضو المجلس الشورى أن ميثاق العمل الوطني تحققت بفضله العديد من الإنجازات في مجالات التشريع والرقابة والفصل بين السلطات. طبعا بالنسبة لنا كسلطة تشريعية، هذه من واجبنا ومسؤولياتنا الوطنية أن نعمل يعني بما للميثاق من أحكام ملزمة لنا. بالنسبة لنا أيضا أن عدد منها تتطلب كانت من المبادئ والأحكام اتخاذ تدابير تشريعية، وعملنا من خلال طبعا التعاون والتكامل مع الحكومة، بدءا ببرنامج عمل الحكومة والذي يعرض على مجلس النواب وقائم يكون طبعا على التشاور والتوافق، حيث يتضمن يعني هذا البرنامج الخطط والبرامج والمشاريع القادمة للبلد. يأتيها أيضا الميزانية العامة للدولة، أيضا تخضع وفقا للقانون الاعتماد من السلطة التشريعية، يكون حولها أيضا اجتماعات مثل ما نشهدها في الوقت الراهن على أساس أن يتم الموافقة واعتماد هذه الميزانية بناء على البرامج. الرقابة التشريعية التي نمارسها أيضا مهم جدا أن تتابع ما تم إنفاذه، الرقابة على جودة الخدمات، جودة التطبيقات، التشريع، سن التشريعات وتعديلها. ففي مجملها هذا دور رئيسي ومحوري لتحقيق أحكام الميثاق، وهذا واجب علينا أن احنا نلتزم فيه، وأيضا نرصد تماما ماذا نحتاج في العملية التشريعية من أجل ذلك.